الحسن السعدي نائب برلماني عن تارودانت الشمالية. كنعقدوا اليوم هذا المؤتمر في واحد الجو اللي كيعرف فيه المغرب والعالم الإسلامي والعالم كامل واحد الحزن شديد على فقدان الروح الطاهرة لابن الإنسانية ريان، اللي يعني كانت فاجعة ولكن كانت درس للبشرية جمعاء لاسترجاع مجموعة من القيم. هاد القيم اللي كنا في أمس الحاجة لها، قيم ديال التعاضد، قيم ديال المودة، قيم ديال إذا أحس أي عضو فينا يعني بواحد الألم كنتشاطروه جميع. وبالنسبة لنا هذا تأكيد على العمل اللي خص يقوم به الجميع اليوم في بلادنا. الأحزاب السياسية لازم تحمل المسؤولية ديالها في التنمية بجميع يعني أوجه ديالها. اليوم من العبر اللي خصنا ناخذوا من هذه الحادثة أن أي واحد فينا خصو يكون اليوم مسؤول على 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 التنمية، لأن أبسط تراخي غادي يقدر يسبب يعني مآسي. هي فرصة باش نشكروا جلالة الملك نصره الله اللي متبع هذه القضية، متبع هذه العملية ديال الإنقاذ ديال الطفل ومتبعها بشكل شخصي، وكان الخبر ديال الوفاة ديالو الفقدان ديالو ببلاغ ملكي. إلا كان هذا الشيء كيبين شي حاجة، كيبين بأن جلالة الملك أب المغاربة جميعا وأب اللي كيحس بالهموم ديال المواطنين، وهذا الشيء خصو يعطينا تأكيد كما قلنا عاوتاني كأحزاب سياسية خصنا نكونوا متشبتين بالمواطن ونستمعوا ليه ونتصنتوا ليه ونحسوا بالهموم ديالو. هادو هما الدروس اليوم اللي مستخلصة. أكيد أن اللقاء ديالنا عرف الأمور العادية ديال المصادقة على مجموعة من اللوائح على كلمات، ولكن المسألة اللي طغت عليه هي هاد الروح ديال التآزر، هي هاد العمل اللي خصو يكون من أجل تنمية جميع مناطق المملكة خاصة المناطق الجبلية الهشة. Tchau.